واش عمرك قلتي بغيت نتعلم شي حاجة ولكن ما عنديش الوقت؟ واش عمرك كتبتي شي أهداف وقلتي غدا غادي نبدأ وجا الغد ليه وما تبدل والو؟ واش عمرك سمعتي بقانون 15 دقيقة؟ هذا القانون هو اللي بدل حياة بزاف الناس، وأي واحد كيما بغى يكون قادر يطبق هذا القانون في حياته. إلا تفرجتي في هذا الفيديو وما طبقتيش هذا القانون في حياتك، عارف انك انت اللي ما بغيتيش تبدل حياتك وما بغيتيش تحقق اهدافك وما تبقاش دير السبب الوقت، حيت كاع الناس عندهم 24 ساعه في نهارهم. شنو هي 15 دقيقه الى حياتها من 24 ساعه؟ بغيتي تنجح، اعطي لراسك 15 دقيقه في النهار. بغيتي تطور راسك، اعطي لراسك 15 دقيقه في النهار. بغيتي تتعلم شي لغه، خذ 15 دقيقه من وقتك في النهار تعلم هذه اللغه، وغتكون النتيجه حسن من الى مشيتي لشي سونتر مره في السيمانه. بغيتي تولي مثقف، قرا شي كتاب مده 15 دقيقه في النهار. بغيتي يكون عندك جسم زوين وتحيد ستريس، اعطي لراسك 15 دقيقه في النهار للسبور، حسن ما تمشي لاصال يومين في السيمانه. واي حاجه كيما كانت بغيتيها اعطيها 15 دقيقه في النهار، وتخيل كيفاش غادي تكون النتيجه مورا شهر، مورا عام، مورا 5 سنين. الا بغيتي هذا القانون ينجح معاك، خاصك دير جوج د الحوايج. الاولى هي تطبقو كل نهار، والثانيه هي ما تحمسش وما تعمرش نهارك بزاف د الحوايج من الاول. مثلا في الشهر الاول بدا غير بربعة د الحوايج، يعني غتكون عندك غير ساعات المكانه في النهار. الشهر الثاني زيد ربعة د الحوايج جداد، يعني غتولي تاخد ساعتين في النهار وانت غادي، حتى تولي نهارك عباره على 4 ساعة اللي انت تطور فيهم حياتك بدون مجهود.